صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والسرور. يا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأثنين للجمعة، ومن الساعة 10 للساعة 11 الصبح تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا الجميلة إذاعة نور دبي. في البداية أعزائي المستمعين، نرحب فريق عمل البرنامج ويانا اليوم. عندنا في الإخراج الزميل ناصر السليمي، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، أما في الإعداد فالزميل حسني البلاونة. صبحكم الله بالحب والسعادة، هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرومي. أعزائي المستمعين، برنامج صحة وسعادة هو برنامج صحي يقدم لكم مجموعة من الفقرات الصحية والطبية المتنوعة، واللي نتمنى دائما أنها ترضيكم وتفيدكم بنفس الوقت. واعتبروا برنامج صحة وسعادة أعزائي المستمعين حلقة وصل بينكم وبين مسؤولين هيئة الصحة بدبي، يسهل لكم توصيل مقترحاتكم أو ملاحظاتكم، واللي أكيد بيكون لها دور في تحسين خدماتنا الصحية في إمارتنا الغالية إمارة دبي. فاللي حاب يتواصل ويانا من خلال البرنامج نقول له حياك الله على أرقام التواصل 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. تأكدوا أعزائي المستمعين أن تواصلكم سواء بسماع صوتكم أو برسائلكم الجميلة شيء يهمنا ويسعدنا. أعزائي المستمعين، الحين خلوني أعطيكم فكرة سريعة عن الفقرات اللي بنقدمها لكم في حلقة اليوم. أول هذه الفقرات ومثل ما عودناكم بتكون فقرة الأخبار والدراسات الصحية، ومن بعدها فقرة السوشيال ميديا واللي بنتعرف من خلالها على آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات هيئة الصحة بدبي. ودامنا دخلنا في فصل الصيف أعزائي المستمعين، فبنخصص فقرة التغذية لها اليوم للحديث عن طرق حفظ الأطعمة بطريقة صحية وصحيحة تضمن عدم تعرضنا لمشاكل التسمم الغذائي وغيرها من المشاكل. أما في الجزء الأخير من حلقتنا فبنتكلم أعزائي المستمعين عن موضوع جدا مهم ويهم الآباء والأمهات، بنتكلم عن مرض الروماتيزم بالأطفال. أعزائي المستمعين، والحين نبدأ بسم الله أول فقراتنا وبنشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن علاقة جراحات السمنة وخطر الإصابة بالسرطان. تبون تعرفون شو طبيعة هاي العلاقة؟ اسمعوا هذه الدراسة شو تقول. أظهرت دراسة لمنظومة الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينيك ارتباط فقدان الوزن لدى البالغين بعد جراحات علاج السمنة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32%. وكشفت الدراسة البحثية اللي نشرت نتائجها في مجلة شبكة جاما الطبية واللي شملت أكثر من 30,000 مريض من مراجعين كليفلاند كلينيك عن ارتباط انخفاض الوزن بتراجع الوفاة الناتجة عن السرطان بنسبة 48%. طبعا هذا مقارنة مع البالغين اللي لم يعني يتعرضون لهذه الجراحات. وقدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 أن أكثر من 650 مليون شخص فوق عمر 18 سنة يعانون من مرض السمنة على مستوى العالم. وفي الولايات المتحدة قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن السمنة تزيد خطر الإصابة ب 13 نوع من السرطان، واللي تمثل 40% من جميع أنواع السرطان اللي يتم تشخيصها سنويا في أمريكا. وأشار الدكتور علي أمينيان مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي بكليفلاند كلينيك ورئيس فريق التقرير البحثي للدراسة أن جراحات السمنة تعد العلاج الأكثر فاعلية، وأن بإمكان المرضى فقدان ما بين 20-40% من الوزن بعد الجراحة. وتشير النتائج المذهلة للدراسة إلى أن كل ما زاد فقدان الوزن قل خطر الإصابة بالسرطان.
وجدت الدراسة أن بعد مرور 10 أعوام 2.9% من المرضى في المجموعة اللي خضعت للعلاج الجراحي أصيبوا بسرطان مرتبط بالسمنة، مقابل 4.9% من المرضى في المجموعة الغير جراحية. وتشير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن 13 نوع من السرطان مرتبط بالسمنة، مثل سرطان بطانة الرحم وسرطان الثدي بعد سن اليأس وسرطانات القولون والكبد والبنكرياس والمبيض والغدة الدرقية وغيرها من السرطانات. يعني أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن السمنة ممكن تسبب لنا كثير من المشاكل الصحية. السمنة أعزائي المستمعين تعتبر عامل خطورة وتلعب دور في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذا الشيء اللي يخلينا دائما أن نهتم بتحسين أسلوب ونمط حياتنا، ونتبنى من السلوكيات الصحيحة اللي تساعدنا على الحفاظ على وزننا. الرياضة أعزائي المستمعين، الحركة، الأكل الصحي، النوم الكافي وغيرها من أنماط الحياة الصحية مهمة جدا للحفاظ على صحتنا. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر ويبعد عنا وعنكم السمنة ومشاكلها. أعزائي المستمعين، بعد ما سمعنا خبرنا لهاليوم، الحين بناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنعرف شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، واللي بتخبرنا فيها كالعادة الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في الهيئة. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور الدكتورة عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو الجمعة؟ شو دوام الجمعة اليوم؟ عدنا إجازة سنوية دكتورة. يا سلام يا سلام، يعني ما نبى نحسج بس تهني فيها إن شاء الله. يلا خبريني يا أسماء، شو أخبار عندك اليوم؟ إن شاء الله ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأمور اللي صارت من ضمن الأشياء. نحن قاعدين خلال عطلة نهاية الأسبوع راح نحط مجموعة من التحديثات المهمة، ونتمنى من كل الأشخاص أنهم يتابعون قنواتنا في عطلة نهاية الأسبوع. في تغييرات شوي في بعض الخدمات راح نحطها إن شاء الله بالكثير يوم الأحد، فنتمنى أنهم يتابعونا. قنواتنا اللي راح نحط فيها التحديثات هي القنوات الثلاث الرئيسية اللي هي تويتر، إنستغرام، وفيسبوك اللي هو DHA_Dubai أو Dubai Health Authority. عنا قنوات أكثر لكن هالقنوات اللي نحن نحط التحديثات بشكل مستمر. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها يوم أمس بعض آراء المتعاملين لمركز غسيل الكلى اللي موجود في منطقة الطوار. مثل ما تعرفين دكتورة أن هيئة الصحة بدبي أطلقت مركزين في إمارة دبي خاص في الغسيل الكلى والخدمات المرتبطة بغسيل الكلى مثل الغدد الصماء وغيرها. وهي موجودة في مكانين، واحد موجود في الطوار والثاني موجود في البرشة، لذلك حتى ممكن الأشخاص يستفيدون من هاي الخدمات من خلال أيضا يكثرون من إذا كانوا يعني حتى الأشخاص الموجودين في شبه يقدرون أنهم يحولون ملفاتهم بها المراكز القريبة من بيوتهم ويستفيدون من الخدمات. يعني مثل ما يقول النقل النوعية في خدمات غسيل الكلى موجودة في هالمركزين. ممتاز. وأيضا الأشياء المهمة نبدأ نحن يوم الجمعة في نصيحتنا نقولها للجميع، هاي الرسالة اللي أنا أترياها كل أسبوع يا أسماء. ودامك كنت الحين في إجازة سنوية لازم تكون الرسالة وايد حلوة. الرسالة حلوة. رسالتنا تقول اكسر الروتين في عطلة نهاية الأسبوع، اكسر الروتين من خلال عمل أنشطة تحبها، والأهم من هذا كله أنا غير مرتبطة بالعمل. ممكن شخص يقول أنا أحب أسوي هالشيء لكن في أشياء تذكرنا بأماكن نحن نشتغل فيها. راح نحب دواماتنا لكن كثر ما أن الواحد 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مخه بس في الدوام يخليه ما يقدر يعني يفتح الآفاق لأفكار أو أشياء أخرى. لذلك نحن ننصح الجميع أن على الأقل يخصون، في أشخاص ما يقدرون يمتنعون 100% أنهم ما يشتغلون خلال عطلة نهاية الأسبوع عشان طبيعة شغلهم في بعض الأوقات يعني تحتم عليهم. دكتورة نتمنى منهم يخصون على الأقل ساعة أو ساعتين في اليوم أنهم يفصلون، لأن نحن كنا محتاجين نفصل، يعني مو بس على مستوى العمل، حتى في علاقاتنا في حياتنا اليومية.
لازم تشوفي مثل واحد يقول وثانيا يعني لي. الطاقة سبحان الله تتجدد، يعني احنا نبغى طاقة للأسبوع اللي بعده. فأنت إذا اليوم تميت شغال يعني في حتى في الإجازة هذه، كيف بتقدر تشتغل الأسبوع اللي بعده؟ صحيح، وحتى أيام الأسبوع إذا واحد ممكن على الأقل يخصص أيام حقه، في واحد ممكن يخصص يوم في الأسبوع مع نفسه، يعني مثل واحد ما بيكون مضغوط في الدوام عقب رد في الويكند، بس ينضغط يخلص إجراءات وأشياء ثانية بعد ما مرتبط. لكن هل مثل ما نقول الكواليتي تايم أو جودة الوقت اللي الواحد يكون فيه مع نفسه، وإنه فعلا من الأشياء المهمة إن الواحد حتى صحيح إنه يسترخي ويرقد وما يهمل النوم، لأن هذا راح يأثر بشكل عام على المود كامل. واحنا يعني ننصحهم نقول تفريغ الضغوطات العمل هي عملية المفروض تكون مستمرة، عملية يومية، ما نتريى بس والله الإجازة ولا الإجازة السنوية عشان بس يعني نستمتع، لا مفروض يوميا. حتى مثل ما ذكرتي ساعة نص ساعة تسوون رياضة أو تسوون أي شيء تحبونه، تقرون كتاب تحبونه، يعني تقعدون يا ناس مثلا يعني تستمتعون بالحوار وياهم، هذا كله ترى يغير جو ويخفف من الضغوطات كذلك. صحيح دكتورة، طبعا انت الحين عاد ما نبغى نوصيك الاجازه، انت ما شاء الله اجازه سنويه ونباك تستمتعين بالطول بالعرض اجازتك إن شاء الله وتخبرينا شو سويتي. إن شاء الله دكتورة، مشكورة. مع السلامه عزيزتي اسماء، نتمنى لك اجازه سعيده، شكرا لك وعلى المعلومات اللي اعطيتينا اياها، اتمنى لك اجازه نهايه اسبوع سعيده ونلقاك ان شاء الله في حلقات جايه، شكرا لك. أعزائي المستمعين، خلونا الحين ناخذ فاصل ونرجع نكمل وياكم باقي فقراتنا لهاليوم، تابعونا. صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أذكركم بأرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. وصلنا الحين أعزائي المستمعين لفقرة التغذية، ومثل ما خبرتكم ببداية حلقتنا بنتكلم فيها عن الطرق الصحيحة والصحية لحفظ الأطعمة خلال فصل الصيف، واللي بتكلمنا عنها وعن أهميتها بالتفصيل ضيفتنا الأستاذة ثريا عوض التميمي، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور أستاذة ثريا، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صباح النور والسرور دكتورة، وحياكم الله وجمعة مباركة عليكم يا رب. علينا وعليك أستاذة ثريا، صراحة موضوعنا اليوم وايد موضوع مهم ويهمنا دامنا دخلنا في فصل الصيف، ويعني نسمع وايد احنا حوادث التسمم الغذائي ومشاكل الكثيرة اللي ممكن يسببها يعني سوء حفظ الطعام بالطريقة الصحيحة، وعشان شي خصصنا هاي الفقرة اليوم عشان نتكلم عن الموضوع هذا بالتفصيل. لكن بداية أستاذة ثريا، خلينا نعرف مستمعينا شو هي المشاكل الصحية اللي ممكن نتعرض لها بسبب يعني سوء حفظ الأطعمة خلال فصل الصيف. أول مشكلة وهي المشكلة الدارجة وأشهرها اللي هي التسمم الغذائي، اللي هو ناتج عن تلف المواد الغذائية اللي أشهرها طبعا اللي هو ميكروب السالمونيلا، اللي ينمو دائما في اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان. فهذه أشهر التسمم الغذائي اللي يستوي، اللي يكون ناتج عنها إسهال أو أعراضها الإسهال، القيء، آلام في الأمعاء والمعدة، مغص. فهذه أشهر الأمراض. إنزين أستاذة ثريا، لو حين نتكلم بالتفصيل واللي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، يعني شو هي الطرق الصحيحة والصحية لحفظ الأطعمة خلال فصل الصيف، كل واحد على حسب الصنف نفسه يعني. نعم طبعا، التسوق يعتبر حلقة هامة في سلسلة حفظ وسلامة الأغذية، وأحيانا توجد بعض الممارسات الخاطئة في عملية الشراء والنقل اللي هو نقل الأطعمة وحفظها أيضا، اللي تؤثر على سلامة الغذاء. وحين خلال فترة الصيف ترتفع درجة الحرارة، لازم نحن نركز على طرق حفظ أكثر أمنا، ومن أمثلة طرق الحفظ عندنا التبريد والتجميد. فأول خطوة لازم نتأكد من درجة حرارة الثلاجة والبراد، عندنا لازم تكون درجة حرارة الثلاجة تقريبا 5 درجة مئوية، ودرجة الفريزر ماينس 18 درجة مئوية. ليش؟ لأن البكتيريا تنشط بين 5 درجات وبين 63 درجة مئوية. قراءة بطاقة البيانات الغذائية مهمة جدا، لأن يذكرون فيها طريقة حفظ المادة الغذائية وكم درجة الحفظ فيها.
فنبتدي أول شيء بالحبوب والمواد الجافة اللي نحن نقصد بها الأرز والبقوليات. طبعا هاي نحن نخزنها في المخزن، فلازم يكون مكان التخزين مكان جاف بارد، يكون فيه تهوية، لازم ما تكون الشمس تدخل فيه، لازم حتى العلب إذا نحن بنحطها في علب غير يعني تكون العلب محكمة الإغلاق، وإذا كانت جاهزة لازم نتأكد أن العلب أثناء الشراء تكون خالية من الانتفاخ، ونخزنها من التواريخ القديمة في الأمام والتواريخ الجديدة في الخلف. عندنا ثانيا المجمدات، المجمدات هي اللحوم وغيرها. أول شيء لازم نحن أثناء الشراء لازم نحن على طول نوصل للمنزل على طول نحطها في المجمد، ولكن في بعض عندنا المواد اللي فيها الكميات الكبيرة مثل اللحوم والدواجن والأسماك نحن لازم نفصلها، نحطها في نقطعها لقطع صغيرة ونحطها في أكياس ونقسمها على أساس أنها تناسب الوجبة الوحدة عشان وعدد الأفراد طبعا عشان نحن نتفادى أن تكرار الإذابة. في الثلاجة نفسها أو الفريزر نفسه لازم نحن ما تكدس الأطعمة عشان نحن نترك مساحة كافية عشان تسمح بمرور التيار الهواء البارد على كل الأطعمة ونحافظ على التبريد أن يكون بطريقة صحيحة. إني الحين للأغذية المطبوخة، الأغذية المطبوخة اللي نحن نطبخها نحن نبقى أن نحن نحفظها. أول شيء لازم نحن ما نخلي الغذاء المطبوخ أكثر من ساعتين برا، وإذا بغينا أن يكون هو حار ونبى ندخله في الثلاجة لازم أول شيء نبرده خارجا بوضع حمام ثلجي مثلا، وعقب نحطه في أكياس بوكسات سوري شفافة عشان إحنا نقدر نشوفه ونتفادى أن نفتحه ونفكه. هذا يكون في الرف العلوي من الثلاجة. عقب نيجي حق الخضار والفواكه، تكون في الرف الوسطاني. طبعا الخضار والفواكه يفضل أن نحن ما نغسلها يوم اللي بها، لازم نحن يوم وقت نحن نستخدمها نغسلها، لأن أصلا الرطوبة هي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا. في الرف السفلي هذه طبعا الأغذية النية اللي تحتوي على عصارة ولا شيء، طبعا نحن نحطها في الرف السفلي عشان نحن نتفادى التلوث العرضي اللي هو العصارة مثلا تنزل على الأغذية مثلا وتلوثها. عندنا نحن أغذية سريعة التلف مثل الحليب مثل العصير اللي هي سرعة اللي فيها تاريخ الانتهاء قصير. طبعا في الثلاجات دكتورة في عندنا هني مساحة للبيض صح ولا لا؟ صحيح. في باب الثلاجة صحيح. ولكن باب الثلاجة يعتبر المكان الأكثر تغير في درجات الحرارة. ليش؟ عشان نحن نفتحه ونصكه نفتحه ونصكه، وأوقات يفتحون نفتحه يعني ما ننتبه إن يعني الباب يكون مفتوح صحيح؟ صح. فتكون درجة الحرارة متغيرة، فلازم نحن البيض والحليب والعصير مثلا نحطه داخل الثلاجة عشان نحن نتأكد أنه في أقل من 5 درجة مئوية. العلب إذا كنا نحن بنفضي مثلا الحليب أو العصير أو هاي المواد في علب أخرى لازم نحن نحتفظ بالعلبة. ليش؟ عشان نعرف تاريخ انتهاء أمتى يعني. أو ممكن نحط استيكر ونكتب عليه ولا شو رأيك؟ أيوة هذا بالعكس، هذا بعد رأي ممتاز، أن نحن أهم شيء نكون عارفين متى تاريخ الانتهاء. في الثلاجة يا الباب الثلاجة شو نحط فيه؟ نحط فيه مواد الجافة مثل التوابل وغيرها، ممكن نحطها في باب الثلاجة. ممكن تكون بعد الصوصات بعد مثلا ممكن نحطها؟ الصوصات طبعا هاي اللي ما يبالها درجة حرارة، وهذا كل يعتمد طبعا على الليبل اللي انت تقرينه كم المفروض نحفظ فيه درجات الحرارة. ممتاز. زين أستاذة ثريا، احنا نشوف في بعض الممارسات انه يعني لما يفتحون العلب المعلبات ممكن يحتفظون فيها بالثلاجة بعلبها الأصلية اللي هي المعدنية، تنصحون بها شيء ولا لازم نغيرها؟ هي إذا كانت طبعا موجودة، هي طبعا هي محطوطة مواد حافظة فيها ومحطوطة طبعا في بيئة تنحفظ فيها، ولكن إذا طولت هذه ممكن إذا كانت برع ممكن أنها يستوي تبادل في العلب المعدنية، ولكن معظم العلب المعدنية أصلا مبطنة داخل تلاحظين مبطنينها بمواد تمنع أن دخول المواد المعدنية الأخرى، فإذا حبينا أن احنا نحطها في مكان ثاني في علب بلاستيك ما يمنع مو مشكلة. ممتاز. زين انت ذكرتي عن الاطعمه المجمده مثل اللحوم وان كيف نقسمها ونحفظها بالفريزر او غيره، احنا يعني اكيد يعني انتم سمعتوا عن الممارسات انه يعني في فصل الصيف يقول لك لا تطلعين اللحم والذوبين وعقب ترجعين مره ثانيه في الثلاجه، خبرينا اكثر بالتفصيل عن هالموضوع. بالنسبة للحوم افضل طريقه دكتوره اني انا اذوب فيها اللحوم ما اطلعها برا دايركت، أنا أنزلها من الفريزر أول وأحطها في الثلاجة، أخليها فترة 2-3 ساعات لين ما تذوب في الثلاجة تحت وبعدين أطلعها.
عندنا نحن مهم جدا البيئة اللي موجود أو المكان اللي موجود فيه، هل هو درجة حرارة الموجودة، نحن نقول درجة حرارة الغرفة، هل هو بالصحيح أنها 25 درجة مئوية ولا لا؟ نحن لازم نتأكد إذا كانت المكان الموجود عندنا 25 درجة مئوية ولا لا. ساعات يكون المكان حار وايد أكثر عن 25، وبالتالي نمو البكتيريا يكون أكثر. هل أفضل أنت نحن انقسمنا وحطينا هذا المنتج خصوصا في فصل الصيف ناخده وندوب هالمادة كلها ونستخدمها، يعني ندوبها أول شيء في الثلاجة عقب نطلع من الثلاجة ونستخدمها؟ هي ونستخدمها كاملة أفضل. إحنا لازم نقسمها قبل ما ذكر، مثل ما ذكرت أنا نقسمها على حسب الوجبة اللي أنا بستخدمها يكون أفضل. يعني في مشكلة في إعادة التجميد مثلا مرة ثانية؟ هي طبعا في عبث إذا نحن خليناها مرة ثانية وإعادة التجميد، مثل ما قلت البكتيريا تنمو من درجة 5 درجة مئوية لين 63 درجة مئوية، فهذا تعطي فرصة لنمو البكتيريا عندنا وتعطي فرصة أصلا للتسمم حتى. أكيد. ودام إحنا تكلمنا عن التسمم، خبري مستمعينا شو هي أعراض التسمم أو كيف نعرف إن تعرضنا لها شيء؟ طبعا أول شيء عندنا الآلام المعوية، عندنا الإسهال، عندنا الغثيان، الحمى، عندنا حتى آلام في الجسم، وساعات في ناس يحسون أن مغص يستوي لهم وغثيان يستمر من 1 إلى 5 أيام تقريبا، آلام حادة، توعك، تلبك معوي. أي حد يحس بهاي الآلام خصوصا إذا تناول وجبة سواء في البيت أو خارجا لازم طبعا يروح يلجأ لأقرب مستشفى أو أقرب مركز صحي. أكيد. زين أستاذة ثريا، أعطينا بعض النصائح أو مثلا يعني اللي مثلا ممكن نستفيد منها في حال التسوق أو في حال مثلا تعاملنا مع الطعام الطبخ أو إعداده خلال فصل الصيف، شو تخبرين؟ أول شيء بالنسبة للتسوق، أول شيء التسوق الذكي مهم جدا. شو معناه التسوق الذكي؟ أنا أرتب قائمتي، أرتب قائمة التسوق. أول شيء أني أبتدي أتسوق أخذ الحبوب والمواد الجافة والمعلبات، بعدين أخذ الخضروات والفواكه، آخر شيء أخلي شو المجمدات. أوكي. لازم أفصل في عرض التسوق نفسها بين الأشياء الطازجة الجاهزة نسميها مثل الخضروات والفواكه وبين المجمدات أو اللحوم والدواجن، لأن هذا هنا يستوي تلوث يسمونه التلوث العرضي، ينتقل التلوث من هذه الوجبة اللي هي المجمدة إلى الوجبة الطازجة. الشيء الثالث لازم نحن عند التسوق، خلصنا من التسوق يجب علينا طبعا قراءة البطاقة البيانية، هذه قراءة البطاقة الغذائية، هذا الشيء لابد منه، هذا صراحة لابد منه. عند التسوق لازم نحن ما نترك أي مادة غذائية لفترة طويلة في السيارة، وإذا نسيناها لفترة طويلة يفضل أن نحن نتخلص منها. نحن حين نضع المواد الغذائية غالبا وين دكتورة؟ يوم يعني في المخزن أو في الستور أو في مثلا المطبخ، بس في السيارة وين نحطها؟ في صندوق السيارة صح؟ أكيد أكيد بيكون حر حين يعني. أيوة. فعشان شي درجات الحرارة أو درجات البرودة في السيارة تختلف، آخر مكان توصل فيه درجات البرودة وخصوصا نحن في الصيف يكون صندوق السيارة، فلازم نحن يوم نصير نتسوق نحط الأغذية هاي في المقعد الخلفي وليس في صندوق السيارة خصوصا إذا كانت السيارة حارة. ما ناخذ مشاوير بعد ثانية يعني على طول نسير البيت. طبعا توني كنت بقول نتجه مباشرة من المكان التسوق إلى البيت مباشرة، وإذا كان المكان بعيد خصوصا المجمدات نحط ثلج ولا الأكياس اللي هي تحفظ البرودة لما نوصل البيت. طبعا احنا ما نصرف في الشراء عشان ما نتجنب سوء التخزين والتكدس الأغذية في المخزن، او مثلا تاريخ انتهاء بعد اذا خذينا كميات كبيرة اكيد تاريخ انتهاء بيكون يعني اكيد. اكيد تاريخ الانتهاء خصوصا اللي سريعة التلف لازم ناخذ بتاريخ ناخذ بكمية بسيطة نقدر ان احنا نرد ناخذ مرة ثانية. في حالة طبعا وجود اي اعراض للتسمم او اي اعراض طبعا مثل مغص او غيره يفضل الواحد انه يراجع الطبيب او اقرب مستشفى. ممتاز، شكرا لك أستاذة ثريا عوض التميمي اختصاصية التغذية العلاجي بهيئة الصحة بدبي على هالمعلومات اللي الصراحة يعني استفدنا منها، ونتمنى نلقاك بحلقات جديدة وبمواضيع مهمة كذلك وجميلة. شكرا لك أستاذة ثريا. العفو دكتورة، حياكم الله. أعزائي المستمعين، بعد ما خلصنا فقرة التغذية خلونا الحين ناخذ فاصل ونرجع نكمل معاكم آخر فقرات لهاليوم واللي بتكون عن الروماتيزم بالأطفال. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة.
أحب أذكركم بأرقام التواصل 6005514114 عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. ذكروا أعزائي المستمعين مشاركتكم تسعدنا وأكيد تهمنا. واللي عنده أي سؤال عن موضوع اللي بنتكلم فيه الحين اللي هو عن الروماتيزم بالأطفال ممكن يتواصل ويانا ونقول حياه الله. أعزائي المستمعين، يعتبر روماتيزم الأطفال أحد أمراض المناعة الذاتية اللي تأثر على الأوتار والمفاصل، وممكن تكون له مضاعفات على باقي أعضاء الجسم. والأهمية هذا الموضوع خصصنا هذه الفقرة للحديث عن روماتيزم الأطفال بالتفصيل مع الدكتور الصادق الشريف، استشاري روماتيزم الأطفال بمستشفى الجليل التخصصي للأطفال. صبحك الله بالنور والسرور دكتور، نورتنا في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا، أهلين، صباح الورد، كيف الحال؟ الحمد لله بخير يا دكتور. اليوم موضوعنا صراحة وايد مهم ويهم كل اللي يسمعونا، الآباء والأمهات وخاصة اللي عندهم أطفال. مظبوط، إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. أكيد يا دكتور. فبالبداية دكتور، خلنا نعرف مستمعينا شو هو روماتيزم الأطفال وشو أسبابه؟ أوكي. طبعا التهاب مفاصل الأطفال أو روماتيزم الأطفال هو من الأمراض المزمنة المجهولة السبب للأسف، يعني السبب المباشر للمرض غير معروف، لكن زي ما تفضلتي حضرتك في بداية اللقاء أنه هو من الأمراض تعتبر المناعية، أن جهاز المناعة كأنه يصنع أجسام مضادة تهاجم الجسم نفسه فتسبب هذه الالتهابات. ونقصد بالتهابات مفاصل هو وجود ألم وتورم وتقيد في حركة المفصل. وطبعا هذا المرض يصيب الأطفال دون 16 سنة. ممتاز. إنزين دكتور، أنت تكلمت شوية عن بعض الأعراض، عدنا لو تعطينا بالتفصيل عن الأعراض هاي أو كيف نشخص هذا المرض أو كيف ننتبه له يعني. أوكي. فعادة الأطفال طبعا يعني لما الأم أو الأب يجوا على العيادة تكون الأعراض هي أن يلاحظوا أن الطفل خاصة في الفترة الصباحية أول ما يقوم من النوم يكون عنده صعوبة في الحركة. ففي الأطفال الصغار في السن اللي هم مثلا أقل من 3 سنين تلقى أن الطفل يطلب من الأم أن هي تشيله من السرير بدل ما أنه هو ينزل من السرير ويمشي ويلعب زي المعتاد يعني. ففترة الصباحية تكون أصعب فترة، أو إذا كان الطفل كان جالس مثلا في السيارة لفترة طويلة فأثناء النزول يكون كمان فيه مشكلة في الحركة. يعني دكتور يحس بالألم وهو ما يقدر يتحرك. بالضبط، هو سبب الألم وسبب أن يكون تقيد في حركة المفصل، فالطفل يلقى أنه عنده صعوبة أنه هو يقوم ويوقف ويمشي. بعد فترة يصير شوية تحسن سبحان الله مع الحركة كده، فيبدأ الطفل يمشي، لكن ممكن يكون يمشي فيه عرج، يعني تكون المشي غير طبيعية، خاصة طبعا إذا كان مفاصل الرجلين هم اللي بتأثر. فالأم حتلاحظ أن مشية الطفل غير طبيعية، أن هو يعرج، وعادة سبحان الله يعني عادة تحسن مع المساء، تلقى أن الطفل فيه تحسن زيادة لأن الحركة تساعد في تقليل التصلب الموجود في المفصل. والأشياء الأخرى اللي ممكن الأم تلاحظها أن المفصل يكون فيه تورم، يعني لما تقارنه بالجهة الأخرى حتلاحظ أن المفصل يكون حجمه كبير شوي، ولما تحط يدك عليه حيكون فيه شوية سخونية، يعني درجة الحرارة حتكون تختلف على المفصل الآخر. فهذا يعني باختصار يعني معظم الأطفال يجوا بهذه الأعراض، وطبعا تكون المشكلة يعني ما هيش فجأة ولا تكون فجائية، يعني مثلا الطفل يكون اليوم بصحة وعافية ما في شيء وبكرة تطلع الأعراض، فعادة تكون تدريجية، فالأم تبدأ تلاحظ في الشيء هذا ما يصير تدريجي وكل يوم يزيد عن يوم. ممتاز، يعني ملاحظة مهمة من الآباء والأمهات للموضوع هذا، لأنه ممكن دكتور أنا أتوقع يعني ممكن يتفسر مثلا أن الطفل أول ما يقعد من النوم لا تعال شلني ولا يمكن يفصل، يعني أنه ياس يتدلع عليهم، ممكن في ناس يفكرون أنه هو يتدلع. كلام سليم جدا، ومعظم هذا يعني هذا هو السبب أن معظم الأطفال اللي يجوا للعيادة تكون الأعراض هذه عندهم لمدة أسابيع. أوكي.
ليش؟ فأنت طبعا يعني كولي أمر دائما بتقول أوكي ممكن الطفل يتدلع، ممكن وقع، ممكن أخوه ضربه، ممكن أي وقع في المدرسة، فهمت شيء؟ فالواحد يعني ما يشيل من الموضوع، ما يعطيه اهتمام كبير من الأول، لأن خاصة زي ما قلت لك هو يكون تدريجي ما يكون فجائي. لكن لما يستمر الأمر، وخاصة لما تبدأ التورمات تظهر، معظم الأطفال يعني هيجوا على المستشفى أو يشوفون دكتور أطفال. فمجرد الآلام فقط زي ما تفضلتي حضرتك، ممكن أنت يعني تنسبها إلى شوية دلع، مش عايز يروح المدرسة، ممكن يكون وقع امبارح، فهمت علي؟ يعني الأشياء اللي هي عادة الطفل يكون معرض لها يعني. فلكن مع الوقت الأمر يستمر، وبالعكس ممكن حتى يزيد زيادة شوي، وبعدين تبدأ التورمات تظهر في المفصل. فهذا طبعا اكيد الاهل حيشيلون الطفل على المستشفى لزياره الطبيب يعني. اكيد يعني مهم ان نلاحظ، وفي نفس الوقت ما بخسران شيء اذا نتاكد على صحتهم. صحيح بالضبط، ممتاز. يس زين طبعاً. دكتور، يوم مثلا اذا شكينا بهاي الاعراض وهاي العلامات وودينا الطفل للمستشفى، شو من كيف بيشخصون حالته او كيف بيتاكدون انه عنده الروماتيزم؟ سؤال جميل. تشخيص مرض الروماتيزم طبعا يعتمد اكثر على الاعراض، اوكي، وعلى الفحص الطبي اكثر من التحاليل. فطبعا انا ننصح دائما الامهات يعني والاباء، اذا كان الطفل يشتكي من الام في الرجلين، في المفاصل، اليدين، في ان هو يروح على دكتور اطفال بدل ما يروح على دكتور عظام. هو سبحان الله يعني دائما اول شيء يسووه الاهل لما يكون مشكله في الرجل ولا في اليد، يتجهون على دكتور العظام مباشره. فهو بالعكس، انا دائما انصح الامهات ان اول خطوه تكون عند دكتور الاطفال العام. صحيح. دكتور الأطفال ممكن تكون اسباب ثانيه يعني. بالضبط، بعدين هو الدكتور يقرر انت لوين تروح، هل تروح لعظام اذا كان المشكله يعني يشوف الدكتور ان تستاهل انك انت تشوف دكتور عظام، او يحولك على طبيب اطفال الروماتيزم إذا كان هو شك في أمراض الروماتيزم. فباختصار هو التشخيص يكون كلينيكي أكثر من أنه هو تحليلي. فزي ما قلت لك الأم عادة تيجينا بتذكر الأعراض اللي أنا يعني ذكرتها في الأول، هي الآلام، قلة الحركة، رفض المشي الفترة الصباحية، أن الطفل يعرج، أن المفصل فيه تورم. فالدكتور طبعا بيسوي الفحص الكلينيكي، فحيشوف الأعراض هذه موجودة في الطفل. وزي ما قلنا لازم تكون هذه الأعراض يعني ما هيش لها يوم أو يومين، لا، لها فترة طويلة. فإحنا عادة مش نشخص روماتيزم الأطفال، لازم يكون الالتهاب اللي موجود في المفصل له فترة طويلة أكثر تمتد على 6 أسابيع، بحيث أنك أنت تقدر تقول هذا الشيء مزمن وليس شيء مؤقت. فلما الدكتور يشوف الأعراض هذه زي ما قلنا يعني من السرد القصة من الأهل مع الفحص، يشك في التشخيص هذا. لو حابب يزيد يأكد التشخيص، طبعا عندنا تحاليل الدم تساعد أنك أنت حتشوف أن عامل الالتهاب يكون مرتفع في لما تسوي تحليل الدم، في تحاليل خاصة بأمراض الروماتيزم، يعني في تحاليل معظم الناس يعني تعرفها، أنه زي اللي يقولوا له روماتويد فاكتور، الـ ANA، الأشياء هذه يعني. وبعدين تقدر تلجأ حتى إلى الأشعة اللي هي خاصة اللي ساعدنا كثير، هو الألتراساوند، اللي هي الأشعة الفوق، الموجات فوق الصوتية. هذه تبين لك أن المفصل فيه سائل جوا، وأن الغشاء الحريري اللي يقولوا له بالإنجليزي السينوفيوم، الغشاء الحريري اللي يغلف المفصل، ويكون واضح أنه فيه التهاب. لو الدكتور لسه شاكك في الموضوع، الرنين المغناطيسي دائما يكون هو الحل النهائي إذا كان لسه في شك في التشخيص، وخاصة في المفاصل اللي هي صعب أنك أنت تكشف عليها، مثلا زي مفصل الحوض. طبعا مش حتقدر الدكتور ما حيقدر يشوف أن في تورم ولا سخونية، ليش؟ أن المفصل عميق شوي. صحيح. فمرات الدكتور يضطر إلى اللجوء إلى الرنين المغناطيسي، وعادة الرنين المغناطيسي يعطيك الإجابة النهائية أن أكيد في التهاب جوا المفصل. فلكن نركز أكثر شيء على الفحص الكلينيكي. هو اللي فيه دور كبير في التشخيص. زين دكتور، شو هي مضاعفات روماتيزم الأطفال؟ كيف ممكن يأثر على أعضاء الجسم؟ أوكي. طبعا لو نرجع بالتاريخ يعني، والحمد لله احنا الحاجات هذه الآن ما نشوفوها، لأن في وعي، ومعظم المرضى الآن
يتحولون على عيادة روماتيزم الأطفال في فترات يعني مبكرة الحمد لله. فزمان كنا نشوف مثلا أن يصير تآكل في المفصل، لأن أنت لو في التهاب مزمن في المفصل وأنت ما عالجته أبدا، فالغضروف اللي جوا المفصل يبدأ يصير فيه تآكل للأسف، فهذا يغير من شكل المفصل وممكن يؤدي إلى احتكاك في المفصل، لأن خلاص يبدأ العظام صحيح يعني تحتك ببعضها، ممكن تسوي تشوهات يعني في بالضبط، وممكن يسبب حتى في اختلاف في طول الرجلين، أن تكون رجل أقصر من الرجل، شكل المفصل يتغير. ففي أشياء كثيرة لو أنت زي ما قلنا يعني أهملنا الموضوع هذا ممكن يؤدي للمفصل. لكن الشيء الآخر اللي إحنا طبعا يعني نعرفه يكون مصاحب لالتهاب روماتيزم الأطفال هو التهاب قزحية العين. فعادة الدكتور الروماتيزم أول ما يشخص طفل بحالة روماتيزم الأطفال لازم نحول الحالات كلها على دكتور عيون لفحص العين بطريقة معينة، طبعا مش مجرد فحص عادي اللي هو النظر هذا العادي عشان نتأكد انه يعني فحص دقيق صحيح. أيوة، لقزحية العين، لأن في ارتباط كبير ما بين روماتيزم الأطفال والتهاب قزحية العين. فهذا لازم أن احنا نحاول نكتشف إذا كان الشيء هذا موجود نكتشفه مبكر ونبدأ في العلاج مبكر بحيث نمنع أي مضاعفات أن هي ممكن تصير. ودامنا دكتور تكلمنا عن العلاج، عسري لو تعطينا شو يعني علاج روماتيزم الأطفال؟ فالعلاج طبعا يعني الموضوع يطول شرحه، لكن يعني ببساطة يعتمد على طبعا العقاقير الطبية، أوكي، فنستخدم مثلا الأدوية مثل اللي هي الناس اللي معروفة عليها زي الإيبوبروفين. وطبعا في ناس كتير في مفهوم خاطئ في الإيبوبروفين، يقول لك لا هذا مجرد مسكن للألم. طبعا الإيبوبروفين احنا نستخدمه لما تستخدمه انت بطريقة منتظمة يعني ثلاث مرات في اليوم، يشتغل كمضاد للالتهاب وليس كمسكن للألم. الشيء الثاني طبعا الكورتيزون، والكورتيزون ممكن نستخدمه بطرق مختلفة، أولها ممكن عن طريق الفم أو عن طريق حقن المفصل. إذا كان الطفل مثلا عنده مفصل واحد أو اثنين أو ثلاثة بس هم اللي متأثرين، فبدل ما تعطي الأدوية عن طريق الفم ممكن تلجأ إلى أنك أنت تسحب السائل. يعني دكتور إحنا نقول كل حالة وعلى حسب تشخيص، على حسب الحالة، على حسب عدد المفاصل اللي متأثرة، على حسب هل فيه وجود لالتهاب العين أو لا. صحيح. فهذا كله يخلي الدكتور يقرر شو هي الأدوية اللي بيستخدمها. هل حيلجأ إلى الأدوية اللي هي منظمة لجهاز المناعة اللي هي بعد الكورتيزون أو لا. فكله يعتمد على الحالة، عمر الطفل، عدد المفاصل، الأعراض المصاحبة له، وإذا كان في التهاب في العين أو عدم الوجود. إنزين دكتور، إحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، والصراحة الحديث وياك ممتع والود ودنا نكمل، لكن وقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء. نبغى نختم الفقرة هذه بشو طرق الوقاية من هذا المرض. أوكي، فطبعا إحنا زي ما بدينا الموضوع أن المرض هو مجهول السبب إلى حد الآن، السبب معروف. وطبعا لما الأمراض يكون سببها معروف فأنت صعب عليك أنك أنت تتكلم على كيف ممكن تسوي وقاية منها. فهو معروف عليه أنه هو متعدد الأسباب، مثلا الجينات لها دور، العامل الخارجي لدور، الالتهابات والفيروسات والأشياء هذه لها دور. لكن إحنا دائما ننصح بالأكل الصحي، الحركة واللعب، وهذا طبعا بالذات في الأطفال، فهذه الأشياء طبعا تخلي الشخص يكون يعني صحته جيدة، وبعون الله تعالى يكون أقل عرضة للأمراض. لكن لعدم معرفة سبب المرض مباشر فيصعب عليك أنت أنك أنت تعرف كيف تقدر تمنع هذه الأمراض. ولكن احنا ننصح دائما ان لما الاهل يشوفون اي شيء يخليك تفكر ان فيه ممكن مشكله في على طول يراجعون الطبيب المختص. أيوة، وهذا اهم شيء. الفتره المبكره هذا يعتبر اهم شيء، لان انت لو بديت العلاج بدري، بديت العلاج الطبيعي بدري، بعون الله تعالى تمنع اي مشاكل واي مضاعفات كبيره لهذا المرض، ان هو يروح
مع الوقت قبل ما الطفل يوصل إلى سن البلوغ. أكيد أكيد، نتمنى السلامة والصحة لكل اللي يسمعونا إن شاء الله. وجزيل الشكر لك دكتور الصادق الشريف، استشاري روماتيزم الأطفال مستشفى الجليل التخصصي للأطفال، على هذا الحديث الجميل واللي كلنا استفدنا منه. نتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات جديدة. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. أعزائي المستمعين، والحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة. وبعد ساعات وإجازة نهاية الأسبوع تبدأ، وهذه الإجازة مهمة وايد إلنا وإلكم، فرصة لكسر الروتين الأسبوعي والتخفيف من ضغوطات الشغل. واللي تابعنا كل جمعة أكيد أكيد سمع بشو نوصيه بنهاية كل حلقة. نوصيه ونقوله ابتعد قد ما تقدر بهالإجازة عن الشغل، وركز أكثر كيف ممكن تستغل كل لحظة فيها لراحتك وسعادتك. ودام نحن أعزائي المستمعين دخلنا فصل الصيف والإجازات بدت، والمدارس أغلبها سكرت، والحر زاد، واللي سافر سافر، واللي قاعد أكيد مداوم. مخرجنا يقول هو بيداوم طول الصيف، وأنا أقوله مو بس أنت، حتى أنا. المهم أعزائي المستمعين، مهم وايد أن نحافظ على صحتنا في هاي الأجواء الحارة. احرصوا أعزائي المستمعين أنكم تشربون كميات كافية من الماء والسوائل، كثروا شوي من الفواكه والخضروات اللي فيها نسبة ماء أكثر، واللي يحب يعني واللي يحب يصير البحر نقوله البحر مكان جميل. البحر له دور بتعزيز صحتنا الجسدية والنفسية، البحر يقلل من التوتر ويساعدنا على الاسترخاء، والصراحة كلنا نحبه، ولا شو رايكم؟ لكن ديروا بالكم انكم تتعرضون لأشعة الشمس لساعات طويلة، لا تنسون تلبسون النظارات الشمسية وتحطون كريم واقي الشمس باستمرار كل ساعتين لثلاث ساعات، لأن سلامتكم أعزائي المستمعين تهمنا أكيد، وصحتكم هي أغلى ما تملكون. كان وياكم في الإخراج الزميل ناصر السليمي، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم وحديثتكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم أجمل إجازة نهاية أسبوع وسط أحبابكم، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.